حول تفاصيل تشكيل الحكومة المحلية لمحافظة بابل ينضم إلينا مراسلنا من هناك حسين العوادي. مرحبا بك حسين، حدثنا عن آخر التفاصيل لتشكيل الحكومة المحلية بمحافظة بابل. نعم عبد الله، تحية طيبة. يعني حقيقة لغاية الآن ملامح تشكيل حكومة بابل الجديدة هي غير واضحة بعد الخلافات العديدة ما بين القيادات السياسية، وأيضا هناك خلافات حتى على محافظ بابل الجديد ما بين نواب مجلس يعني أعضاء مجلس النواب وبين المحافظ، وهناك خلافات كثيرة. هل سيكون المحافظ المجدد يعني من جديد ويقود محافظة بابل أم سيتم تغييره بشخصية أخرى؟ إضافة إلى ذلك هناك طعون قدمت من قبل بعض المرشحين، وهذا ما يعني بأن من الممكن أن يحصل تغيير على نتائج الانتخابات كما حصل في محافظة الأنبار. فلغاية الآن الملامح غير واضحة وخلافات كثيرة على منصب محافظ بابل وحتى على رئيس مجلس المحافظة، وما زالت لغاية الآن الحوارات والمناقشات حول هذا الموضوع. بذات الوقت بابل هي أيضا بحاجة إلى يعني ثورة من الخدمات والأعمار، خصوصا على يعني الجانب الصحي والخدمي. يعني بابل تفتقد إلى الخدمات وإلى البنى التحتية منذ سنوات عديدة، ومنذ حكومات سابقة قادت المحافظة وموازنات تجارية، لكنها لم تستطع تقديم الخدمة للمواطن البابلي. نعم. واليوم المرشحون أو من هم في السلطة مطالبون بتقديم خدمة للمواطن الذي يعني انهكته الحكومات السابقة منذ سنوات، والمواطن اليوم هو يشتكي ويخرج التظاهرات يطالب بالخدمات، ولغاية الآن يعني لا توجد أي خدمات من قبل الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة، وبانتظار تشكيل حكومة جديدة لبابل. طيب، ما التسريبات أو هنالك تسريبات حول الطعون التي قدمتها بعض القوى السياسية، أو من الممكن أن تحدث تغييرا في الفائزين أو حتى تغييرا طفيفا؟ حسب التسريبات من الممكن أن يحدث معقد بمدار ويكون يعني تحالف آخر، هذه حسب المعطيات أو التسريبات التي حصلنا عليها، وأن الممكن أن يكون هو تغيير طفيف بمعقدين يعني في مجلس محافظة بابل بعد الطعون التي قدمت إلى القضاء وإلى أيضا يعني قضية الانتخابات. وهذا هو بالتأكيد لا يغير كثيرا في الانتخابات وفي التحالفات التي حصلت على أعلى الأصوات والتي حصلت على مقاعد أكثر في الانتخابات، وهي من ستشكل حكومة بابل يعني الجديدة. الخلافات هي داخل يعني الإطار التنسيقي واختيار المحافظين، يعني حسب ما نشاهده من بغداد وليس من مجلس محافظة بابل، يعني اختيار المحافظين الجدد سيكون بيد الإطار. هذا ما لكن اليوم المواطن البابلي يبحث عن شخصية نزيهة وكفوءة في قيادة المحافظة وفي التخلص من الدمار الذي تعيشه المحافظة منذ سنوات عديدة. مراسلنا من بابل حسين العوادي، شكرا جزيلا لكل هذه التفاصيل.